على الحب دائما. نلتقي في برنامج ملاعب، حياكم الله مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من قناه التغيير من برنامج ملاعب الذي ياتيكم يومي الثلاثاء والجمعه في تمام الساعه السابعه. اليوم لدينا متابعات واخبار حصريه عديده في هذه الحلقه، وايضا محور مهم يتعلق باتحاد كره القدم. مثل ما تعلمون نبدا في بعض المتابعات السريعه. مثل ما تعلمون السيد راضي شنيشل بدا الرحله مع ناديا الزوراء، وخاض يعني اول وحده تدريبيه مع الفريق بتواجد جماهير وترحيب كبير، خصوصا ايضا بعوده الابن البار لنادي الزوراء حسام فوزي بتواجده كمساعد بالنسبه للسيد راضي شنيشل. عدسه التغيير كانت متواجده واجرت لقاءات عديده، وايضا رصدت فرحه الجماهير بالبدايه الجديده مع السيد راضي في نادي الزوراء. خلونا نشوف. اعتقد يعني الزوراء يمكن كل واحد يشرف انه يدرب الزوراء، قوات جويه، الشرطه، هاي الفرق الكبيره يعني لها تاثير نفسي حتى على المدرب على اللاعبين. الزوراء انا اعتقد صح يمر يمكن فتره يعني نسميها غير طبيعيه. العمل التدريب هو صعب، والعمل اللي ما به صعوبات وما به عمليه المجازفه انا اعتقد قيمته تكون قليله. يعني انا متى اروح مع اي فريق اخر ما به الضغوطات الكبيره ومطالبة الناس بالنتائج، يكون خلينا نقول على قيمة العمل تكون على قد الحالة. افهم من هذا الكلام فيه مجازفة؟ لا، انا كل خلينا نسميها كل المهام هي كانت مهام صعبة، احكي فيها امانة، واتمنى طبعا ان اوفق في نادي الزوراء. نادي الزوراء يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين، إدارة جيدة، فنحاول قدر الإمكان طبعا مع جل الاحترام والتقدير لكابتن باسل، طبعا ما قصر، حاول لكنه عدم توفيق سوء توفيق في مباراة حقيقة كان المفروض فريقي يفوز بها في بعض المباريات، حتى حكام ضربات جزاء حكومات، فاحنا نحاول نكمل مسيرة الأخ باسل. أنا بطبعي صراحة لا يمكن أن أجحكم مباشرة يعني على المباراة التلفزيون، أو أحتاج إلى فترة أنطي نفسي فرصة وأنطي فرصة للاعب اللي موجود هنا. من الظلم الآن تأتي وتبعد لاعبين، فأنا أعتقد الفرصة الفترة المقبلة هي فرصة جيدة للاعبين يثبتوا نفسهم. إذا اللاعبين قدموا مستوى طيبة ليش نغير لاعبين؟ بالعكس، أقوى الفريق مجموعة ممتازة من اللاعبين سلوكيا فنيا، أعتقد ممكن بعض الخانات اللي حتى أشار الأخ كابتن باسم، لكن أنا أقول لكل مدرب له وجهة نظر. إذا ما الفريق مشى واستمر بنتائج طيبة أعتقد لا يوجد هناك مبرر أنه تستقبل لاعبين. طبعا هو شعور يعني ممزوج، خارج كادر يعني صار فترة تارك النادي، وشعور آخر يعني مصاحب له هو أنه أنا ابن النادي، فامتزجن هذا شعوري انه احنا كنا ود النادي يعني ما اي وقت يمر لازم نرجع، يعني سواء كان كمدربين كمشجعين يعني اي صفه المفروض نكون حاضرين ان شاء الله ونقدم اللي علينا في خدمه هذا النادي اللي هو خرجنا المجتمع النجوميه والشهره يعني، فان شاء الله رد الدين يكون واجب علينا وان شاء الله ما نقصر. بداية تحية للكابتن باسم، أنا ما سويت شيء جديد، يعني نفس الفريق هو نفس اللاعبين ونفس الأسلوب اللي كان الكابتن باسم يلعب فيه، كملنا المشوار اللي بداه هو. حقيقة تحية كبيرة للكابتن باسم قاسم، نتمنى له التوفيق إن شاء الله هو الكابتن أحمد الخضير. يعني أكيد اللاعبين كان عندهم نوع من التحدي، يعني كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، عزموا على تحقيق نتيجة إيجابية وأداء جيد قبل النتيجة. الحمد لله والشكر يعني هذا ما تحقق في المباراة. أنا ما بدي عصا سحرية وغيرت شيء، لكن كل ما هنالك علاقتي باللاعبين قريبة، علاقتي جيدة باللاعبين، كلام حلو كلام لطيف، مش الفريق الحمد لله والشكر. يعني الولد كلهم ما قصروا حقيقة، أنا أشكرهم أني هذه المباراة، يعني قدموا مباراة كبيرة يمكن أفضل مباراة لعبوها لحد الآن. نتمنى ان شاء الله في الايام القادمه يكون الاداء افضل، المستوى افضل، وتمشي الامور ان شاء الله. رايك بالكابتن جيد؟ تحيه كبيره للكابتن راضي وكابتن حسام وكابتن صالح ومع كابتن نصير، اعتقد يعني غني عن تعريف كابتن راضي. مدرب سبق ان دربني كنت لاعب، هو اللي شرف ان اكون معه في الكادر التدريبي، ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله كليتنا في خدمه هذا النادي. بس معلومه حتى توصل للاعبين،
هسه احنا قمنا اذا نحكي ايجابي او سلبي العالم تنتقدنا. المعلومه اللي توصل للاعبين فريقنا احنا مرتبطين بوزاره النقل. وزاره النقل انت تدري تاخر علينا المستحقات، يعني نريد شنو؟ ليش حاب يجونا؟ هم كلهم ابطال. انا اقول لك اسمع، هذا الموضوع ما راح تشوفه، انا راح اتبنى صراحه. انا بالنسبه لي يعني عندي حقوق اللاعبين ندري بيها، هاي حقه اللاعب حقه طبعا رزقه ورزق عادي، بس بما انه هنالك كلام من الاداره انه هي تقدم عقود اللاعبين فراح اللاعبين ما حد يروح لها الاداره ويركزون فقط على التدريب وعلى اللعب. إذا كل التوفيق للجهاز الفني الجديد لنادي الزوراء وأيضا للاعبية الزوراء. وكان هذا حديث لسيد راضي شنيشل مع الجمهور، يعني هذا شيء جيد ويبدو أن الجمهور أيضا مرتاحا بالنسبة لسيد راضي، لكن تبقى النتائج هي من تحرك الأمور بالأخير. نتمنى التوفيق لنادي الزوراء. أيضا أجرينا لقاء مع السيد نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم اللي هو الدكتور شامل كامل، لقاء حصري لقناة التغيير، تحدث فيه عن أمور مهمة من ضمنها تواجد السيد إيفانتينو في البصرة يوم 26 من الشهر الحالي، وهو خبر حصري لقناة التغيير ولبرنامج ملاعب. مراسلنا هناك السيد نجر فان هيركي أو الزميل نجر فان هيركي أجرى لنا هذا اللقاء، ودعونا نشاهد الآن. دكتور شامل أهلا وسهلا بك في برنامج ملاعب من على شاشة قناة التغيير الفضائية. شكرا جزيلا كابتن، شكرا، فرصة طيبة أن أكون يمكن لأول مرة معكم، وإن شاء الله يكون اللقاء مفيد. هي حقيقة بها ثلاثة أهداف، هي إعداد للمنتخب، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو موضوع زيارة رئيس الاتحاد الدولي مشاهدة لهذه المباراة. راح يكون متواجد في 26 إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذه الموافقة حصلناها في الاجتماع. الموضوع الثالث هي بطولة الخليج. نعم. إذا سمعتوا بها بطولة الخليج. زيارة. راح يجي وفد راح يجي وفد يزور البصرة ويشاهد تنظيمنا لهذه المباراة. لذلك إحنا من اليوم كان أيضا يعني عندي لقاء مع معالي وزير الشباب للبدء في عملية تشكيل اللجان والإعداد لموضوعة مباراة الكويت، بحيث تظهر بصورة جيدة جدا. احنا بصراحة يعني اقولها حضرتك والاخوان المشاهدين، احنا في الاتحاد العراقي عندنا استراتيجية محددة اللي هي انه الاتحاد ليس نادي، الاتحاد الأندية معروف انه هي مسؤوليتها مسؤولية تطوير اللاعبين، مسؤولية هدف أساسي بالنسبة لها. أما بالنسبة للاتحاد فهو مسؤوليته أعداد المنتخبات الوطنية، ابتداء من تحت 14 سنة إلى المنتخبات الوطنية. هذه المنتخبات متى ما يكون أدها استحقاق، معنى هدف، ما يكون للفريق هدف، فأحنا مسؤوليتنا أن أدى الفريق. مثلاً عندنا المنتخب الأولمبي راح يكون هدف، عنده هدف. شنو وضع زين دكتور المنتخب الأولمبي حاليا؟ المنتخب الأولمبي احنا الآن المرحلة القادمة انه خلال 21 راح تكون هناك تصفيات في نهاية المرحلة في نهاية السنة، فعلينا ان نهيئ منتخب أولمبي، يعني مسؤوليتنا ان نهيئ منتخب أولمبي لانه الهدف واضح. المباريات على مستوى عالي اكيد راح يصير برنامج، اولا تختار المدربين، وفكرتنا بالمدربين لحد الآن هو أن يكون هناك مدرب أجنبي مع مساعدين عراقيين. حقيقة إحنا يعني أولا كشخص يعني الكابتن قحطان شثير أنا أحترمه جدا. نتكلم عن عمل دكتور اليوم. إيه يعني كشخص أولا، المدرب هو أولا بيرسوناليتي، شخصية. نعم. المدرب شخصية والمدرب قيم وأخلاق قبل ما يكون احترافية. فأنا أعتقد أنه عدنان كثير من هذا المستوى، يعني أي أعتقد من هذا المستوى، لكنه أحيانا هم نرجع نقول إحنا بشر، يعني والبشر أحيانا من يكون فعل قوي أيضا تتوقع أنه يصير رد فعل
قد يكون إيجابي أو سلبي. أنا أعتقد هو ما كان لازم يروح إلى هذا الحد. يعني شوية بعض الكلمات اللي أنا يعني سمعتها الحقيقة من الإخوان بالاتحاد، قال إنه إيش يعني هذه التعابير اللي نطق بها. يعني مهما يكون حتى لو القرار خاطئ، يعني كل واحد عنده وجهة نظر، يعني قد يكون القرار خاطئ قد يكون القرار صحيح. الإخوان قالوا لأنه يعني أنا الحقيقة ما كنت في هذا الموقف، يعني في موقف إلغاء المباراة أنا يعني تفاجأت بي، أي لأن ما كنت موجود بالاجتماع، بهذا الاجتماع اللي صار بهذا القرار. مو بلغوا قبلها راح يجتمعون راح يكون لها قرار في المباراة. أي كنت مشغول في 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 موضوع معين مكلف به من الاتحاد الدولي. إذا شكرا للزميل جيرفان هيركي على هذا اللقاء المهم وإلى هذه التصريحات. إذا إيفانتينو سيتواجد يوم 26 من هذا الشهر في مباراة العراق والكويت، وأيضا الوفد الخليجي الذي سيصل إلى أيضا البصرة من أجل متابعة يعني تفاصيل العملية التنظيمية وما إلى ذلك، حتى تناط المهمة أو تناط تنظيم بطولة خليجي 25 للعراق أم لا. فإذا يوم 26 من هذا الشهر سيكون يعني يوما مفصليا مهما بكل ما تعنيه الكلمة، منها مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكويتي وديا واستعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأيضا زيارة إيفانتينو مثل ما تحدث السيد شامل كامل وتواجد في البصرة لدعم ملف رفع الحظر الكامل عن كل العراق وليس فقط عن بعض المدن، وأيضا الوفد الخليجي. إذن شكرا للزميل طبعا جيرفان هيركي، هذا اللقاء كان فيه العديد من التصريحات المهمة سنأخذها لاحقا أيضا أثناء البرنامج بما يخص العمل على النظام الأساسي والانتخابات المقبلة لاتحاد كرة القدم. لكن قبل ذلك دعوني أرحب هناك من بغداد بضيفي العزيز الدكتور حسين الربيعي الخبير بالأنظمة والقوانين الرياضية، ورحب بك أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بك دكتور، وعام إن شاء الله عام 21 يكون يعني عام مليء بالسعادة والخير عليك وعلينا وعلى البلد كامل. شكرا جزيلا، سعدتم مساء وأتمنى لكم عام أفضل إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا دكتور. إذن أبدأ بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي هو عمل التصبيعية والنظام الداخلي، وأيضا الكتاب الذي خرج قبل يومين، هذا الكتاب الذي لا أحد يعلم لحد هذه اللحظة من الذي نشره من الذي تبناه، لكن دعونا نعرضه عليكم. أعرض سيدنا المخرج نأخذ منه تفاصيل سريعة بما طبعا هذا الكتاب، السلام عليكم ورحمة الله، بمساندة ودعم لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ودعم نائب رئيس البرلمان العراقي السيد حسن كريم الكعبي ومساندة الإعلام الحر المهني الأكبر سنا بالجمعية العمومية، يدعو الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم إلى الانعقاد والتصويت على نسخة النظام الأساسي المعدلة مؤخرا والتي أعدت من قبل لجنة كتابة النظام التي شكلت من قبل الهيئة التطبيعية، ورفع مقررات الاجتماع مباشرة إلى الفيفا بعد أن اتضحت أساليب المراوغة والمماطلة والتمسك بالمنصب من قبل أعضاء الهيئة التطبيعية وعملية تضليل الفيفا، عندما قام أعضاء ورئيس الهيئة التطبيعية بالادعاء أن هناك قانون للاتحادات في مجلس النواب العراقي في طور الإقرار، في حين أن ما موجود بالبرلمان العراقي هو فقط قانون الأندية ولا زال قيد النقاش. طبعا البيان طويل وهو أمامكم، تشوفون فيه اتهامات للتطبيعية وفيه إلى دعوة إلى اجتماع استثنائي للتصويت على النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات الكاملة بسبب ما وصف هذا البيان اللي لحد هذه اللحظة لم تخرج جهة تتبناه بصورة رسمية أو جزء من الهيئة العامة تتبناه بصورة رسمية، وحتى في تذييل الكتاب مكتوب الجمعية العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم دون الإشارة إلى عدد الجمعية العامة التي وقعت، كم شخص من الهيئة العامة، من هم الأشخاص، من هو الشخص الأكبر سنا، من هم الأعضاء، وأيضا ذاكرين في بدايته بدعم من سيد رئيس لجنة الشباب والرياضة السيد عباس علاوي ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي. هذه الأمور يتضح أن يمكن لحد الآن لم يتبنى أحد، لكن حسب معلوماتنا اللي حصلنا عليها أن هناك فعلا جهات داخل الهيئة العامة هي من متبنية لهذا القرار، لكنها لا تعلن خوفا من أمور معينة، وبالتالي اليوم هذا الموضوع يبدو أن هناك حرب بالخفاء قد تظهر إلى العلن بأي لحظة وبصورة رسمية. دكتور بداية
شنو رأيك بهذا القريته البيان وشنو رأيك بما جاء فيه من اتهامات قوية وأيضا لإشارات إلى انعقاد الجلسة وما إلى ذلك؟ نعم حقيقة أنا اطلعت على هذا البيان. نعم. وهو في الواقع يعني غريب. نعم مثل ما حضرتك تفضلت يعني هو ما بي تاريخ، ما موقع من جهة واضحة، جهة صدوره أيضا غير واضحة، لكنه بشكل عام ذكر الأسماء السيد نائب رئيس مجلس النواب وتسمية لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ينطيك انطباع أنه هذا الحراك موجود. نعم. هذا هو أهم شيء يعني. طيب الآن نجي إلى فحوى أنه هذا الحراك موجود. نعم. أنت حضرتك تفضلت، نعم هناك ضغوط على الهيئة العامة، يعني مو من السهولة، احنا الآن في العراق ونعرف الوضع. نعم. مو من السهولة الآن يعني خصوصا هي يعني مكونات الهيئة العامة هي أندية، والأندية تابعة لوزارة الشباب. وواضح الضغوط يعني من وزارة الشباب، خوفا من وزارة الشباب، يعني خوفا من وزارة الشباب اللي هي داعمة للهيئة التطبيعية حسب رأيك، وبالتالي يعني هناك خوف، يعني هذا نعم هذا الانطباع اللي موجود بالشارع الآن. نعم. وأيضا الخوف هو مو من هذا، هو في الواقع مو هالشكل. نعم. بس الخوف أنه جرت العادة أنه دائما التصدي ينترك واحد وحده يدعو الدعوة ويدعون، لكنه بالنتيجة هو يبقى واحد وحده يصدى للموضوع وبالتأكيد يفشل. نعم. مثل ما حدث يعني أكو كثير من المحاولات اللي هي شلون تقول أقل وطأة من هذا الأمر. نعم. وما كتب لها النجاح، يعني على سبيل المثال محاولات الهيئة العامة وعلى الأقل الأندية العشرين اللي يلعبون بالدوري الممتاز يعني كل شوية رادوا يسوون على سبيل المثال رابطة لهم. نعم. ما نجحت وتخلوا هم الأندية واحد بعد الآخر. نعم. فلكنه الدعوة احنا نعتقد هسه هو هذا الحراك موجود. نعم. اوكي. هو شنو المشكلة ما يصير علني وواضح ومو على شكل صراع، على شكل تفاهم. يعني وهي هاي دعوة من برنامجك، يعني انه اذا الهيئة العامة من زعجة توضح ليش من زعجة، تقعد تحط خارطة الطريق، اجتماع تدعو لاجتماع. نعم. وأكو مواد قانونية تحكم هذا الموضوع، يعني لنفرض أنه الهيئة التطبيعية، طبعا الآن الهيئة التطبيعية بحكم هي الاتحاد، مجلس إدارة الاتحاد. نعم. أو الهيئة الإدارية للاتحاد، هو هذا حكمها. نعم. فمن حقها هي بالقانون، يعني بالنظام الأساسي القديم والجديد، إن هذني مواد ثابتة. نعم. يعني أنت حضرتك يعني أعتقد موجودة عندي المادة رقم 29 الصورة الرياضية. نعم. الصورة الثانية أحسنت. المادة 29 وهي عن المؤتمر الاستثنائي. أعرضها دكتور بس أقول شغلة من عدها وأنت حتى تعلق تكمل كلامك. أعرض لنا يا سيدنا المخرج الصورة الثانية، يا ريت تعرضها على الهواء. مثل ما تشوفون هاي المادة 29 المختصة بالمؤتمر الاستثنائي، يحق للجنة التنفيذية للاتحاد عقد مؤتمر استثنائي كل ما تجده مناسبا. وأيضا ثالثا يقول لك عندما ينعقد المؤتمر، رابعا عفوا، عندما ينعقد المؤتمر الاستثنائي بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية تضع اللجنة التنفيذية جدول أعماله، وفي حال عقد بناء على طلب الأعضاء فإن جدول الأعمال يجب أن يتضمن النقاط التي طرحها أولئك الأعضاء، وأيضا يجب تحديده قبل 30 يوما. وطبعا أكو أيضا بالنقطة الثانية جدا مهمة، إذا لم يتم عقد المؤتمر الاستثنائي من قبل اللجنة التنفيذية فبإمكان الأعضاء الذين طلبوا ذلك. فضل دكتور وضح لنا هاي النقاط، أحيانا مشاهد ما نعم. ما تتوضح عنده. لا كل السهلة أدعو كل الأخوة المشاهدين للتركيز على النقطة الثانية. نعم. يعني المؤتمر الاستثنائي
ممكن يدعو لهم التطبيعية. نعم. ويفترض هو هذا اللي ننتظره. نعم. يعني على الأقل على الأقل كان أمامهم مؤتمرين استثنائيين. نعم. اثنين، واحد للتصويت على النظام الأساسي للاتحاد والنظام الأساسي للاتحادات الفرعية واللائحة الانتخابية. نعم. على أقل تقدير يعني. نعم. أن ذني الثلاثة مهمات جدا. من يتم المصادقة طبعا يحتاج أيضا مؤتمر آخر للانتخابات اللي هو المؤتمر الانتخابي. قد السبقة مؤتمرات انتخابية على مستوى الفروع، لأنه من تحين وقت الانتخابات الهيئة التطبيعية تتحول أوتوماتيكيا إلى لجنة انتخابية. نعم. ومن حقها أنه يكون عندها أذرع، يعني هاي اللجنة تكون كبيرة تطلع من عندها لجان فرعية. على سبيل المثال هسه هي نشاطات الاتحاد تتوزع على 5 مناطق يعني. نعم. الدوري، فمثلا يعني هيك انا اتخيل يعني ما اقول 18 لجنة على كل المحافظات. نعم. بس على الاقل 5 لجان انتخابية وهم 5، فكل واحد من عندهم يرأس واحد من هذه اللجان. والخمسة هاي ليش 5؟ يعني ليش 5 اختاريت الرقم 5؟ السبب مو انا اللي اختاريت. اي يعني هو حتى تتوضح. نعم. هو لا هو الاتحاد ايضا يعني جدا مهم الان على الارض. الاتحاد نشاطاته بالدوري دوري الدرجة الاولى، نشاطاته بالمحافظات الاخرى. هو موزع نشاطاته على 5 مناطق. نعم نعم. بغداد، كردستان الشمالية، الغربية، الفرات الأوسط والجنوب. نعم. أعتقد هالشكل. نعم نعم. فشنو المشكلة أيضا يعني نفس السيستم أو 5 زائد بغداد. نعم. يعني نعم. فممكن التعجيل بموضوع الانتخابات الفرعية يعني إذا رادوها، إذا نعم. يعتقدون هي مهمة لازم تسبق الانتخابات مال الاتحاد. طيب. هذا هو يعني شلون تقول الشكل العام. من ترجع للتوقيتات يعني كان واضح من قبل 45 يوم من تاريخ الاستحقاق مال 3-1 او بعدين. نعم. جت رسالة اخرى من الفيفا 6-1 جت انه 6-1. نعم. نعم. هو كان واضح انه ذني لازم ينسبقا بدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي. هاي الدعوة لازم قبل 45 يوم. فكان واضح انه احنا ما راح نقدر نسوي شيء بذن التاريخ او ماكو ارادة او ما اعرف يعني. نعم. فالهيئة العامة كانت مدعوة ان تنتبه لهذا الموضوع، وانا اعتقد هي منتبه لهذا الموضوع، لكن كان تنتظر ما هو الفعل من الهيئة التطبيعية. يبدو انه لا فعل لحد الان. انا سمعت حقيقة انه الهيئة التطبيعية عازمة على أن تنجز الانتخابات في 30/6. ممتاز. إذن خنشوف خارطة الطريق من الآن إلى 30/6. زين دكتور، هاي توقيتات جدا حرجة. نعم 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 نعم. زين دكتور، بالنسبة للعقد المؤتمر الاستثنائي. نعم. بطلب من الهيئة العامة أيضا، هاي مذكورة في المادة أنه إذا تنفيذية اللجنة التنفيذية أو الهيئة التطبيعية لم ترضخ ولم تجري هذا الاجتماع، فبإمكان الـ 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 الأعضاء دعوة إلى مؤتمر استثنائي بعيدا عن التطبيعية أو بعيدا عن اتحاد كرة القدم. هذه النقطة كيف تعالج قانونا من خلال النظام الأساسي الموجود سواء النافذ اللي حد الآن لا هي سهلة أو الحال؟ نعم. اتفضل. نعم نعم. نعم. شوف خلي أنا أوضح لك إياها. المؤتمر الاستثنائي يتم الدعوة إليه من قبل يعني مجلس إدارة الاتحاد. نعم. وإذا ويحطون الأجندة طبعا أكيد فقرات الاجتماع. نعم. في بعض الأحيان الهيئة العامة هي تريد الاجتماع الاستثنائي. نعم. فمنين الطلبة؟ الطلبة من الهيئة الإدارية للاتحاد. نعم. من مجلس الاتحاد. نعم. إذا رفض مجلس الاتحاد كلش واضحة هذه المادة. نعم. 29 ثانيا. نعم. من النظام القديم مال 2017 النافذ واللي هي نفسها النافذ. نعم. لحد هو اللي هي نفسها. نعم. مادة. نعم. هو المعمول به. نعم. وهي حقيقة نفسها المادة 33 بالنظام الجديد يعني نفسها بالضبط. نعم. هذول من حقهم
هم يدعوا له وهم يحطون الأجندة مالته إذا رفضت التطبيعية. ومن حقهم أيضا يطلبون باثنيناتهم المواد بالقديم وبالجديد يطلبون مساعدة الفيفا والاتحاد الآسيوي. مو أبروفال يعني مو مصادقة ولا قبول، لا يطلبون مساعدة. فالمساعدة ما مشروطة بالرفض أو القبول. يعني هاي مهمة طبعا. إذن أنت ايش تستنتج؟ تستنتج أنه زمام المبادرة بين الهيئة العامة. طبعا أنا موضوع الحضور وموضوع أنه نصاب لتحقيق هذا المجتمع، يعني مثلا لتحقيق النصاب. نعم. يعني مثلا ثلثين بالقديم ثلثين لازم يوافقون عليه من الهيئة العامة، جديد احنا شوية خففناها قلنا حتى شوية نسهل الأمور. نعم. وما اعرف بقت له لا، يعني قلنا لا 50% من الهيئة العامة كافي. يعني هسه هذه مو فد مشكلة، هسه الهيئة العامة مو كبيرة يعني مال الاتحاد السابق. لان هي الهيئة العامة مال الاتحاد السابق هي اللي المفروض تدعو الى اجتماع استثنائي. يعني الهيئة العامة يعني الـ52 خلينا نقول او الـ51 القديمة هي المفروض كانت 53، لكن اكو اللجنة النسوية وما اعرف ايش كانت انشالت. زين هذول الـ51 الموجودين خلينا نفترض ثلثين الـ51. طيب اليوم نفس يعني اريد اسالك هذا ايضا سؤال مهم، معناته اليوم هذا الموضوع لا يشترط انجاز انه نظام جديد بكون انه القديم لحد الان نافذ، هذه انتهينا من عندها. طيب من هم الاعضاء؟ الاعضاء على القديم ونفس الشخص لو يصير نغير يعني هاي الاليه حتى تكون واضحه ايضا. لا هو طبعا اعضاء نعم شويه استاذ نور اكو شويه شفت ما بين الصوره والصوت فاعطينا شويه مجال. ماشي. لا طبعا اعضاء الاتحاد يعني يجب ان يعرف الجميع اعضاء الاتحاد هم كيانات. نعم. اعضاء الاتحاد هم مو شخص. الاشخاص اللي يحضرون بالهيئة العامة هم ممثلي كياناتهم. نعم. والكيانات هي واضح الأندية والاتحادات الفرعية وممثلي الروابط. ففي أي اجتماع أنا أعتقد من حق أي كيان يرسل الممثل مالته بغض النظر يعني يبدل كل اجتماع، يعني هي اجتماعات سنوية. نعم. فالشخوص غير ثابتين. هم ممثلين يعني يأخذ ورقة التمثيل موقعة من رئيس هذا الكيان، رئيس النادي أو رئيس الاتحاد، ويجي يحضر أو هو يحضر بنفسه يعني مثل ما جرت العادة يعني. فلا شخوص غير ثابتين بس الكيانات ثابتة. نعم. طيب هسه أنا أسألك على نقطة الموضوع شنو دكتور؟ تفضل. نعم. تفضل دكتور شنو أسأل. لا لا تفضل تفضل. أسأل. أسأل أسأل. طيب هذه أنا حقيقة. نعم. شوف. نعم. يلا. لا كمل والله. كمل بس لين هذا التأخير ده يوصل. كمل دكتور كمل. أوكي. أنا أعتقد يعني هسه إحنا ما نخوض بهذا السجال. أنا أعتقد المفروض حتى لو مو كل هالأعضاء الهيئة العامة. يبادر مجموعة منها ويفاتح التطبيعية باجتماعات تشاورية على الأقل اجتماعين ثلاثة. هسه التطبيعية ما تريد تعلن الأجندة مالتها وخارطة الطريق. طيب هسه ذولا أعضاء يا عامة من حقهم يعرفون. فمن يطلبون فد 10-5 يا بريد نعرف توقيتاتكم حتى شلون نقدر نوصل بـ30/6 نطمئن اكو انتخابات. لانه حقيقة الموضوع يعني بالتوقيتات هو يعني خطر طبعا، يعني ما يجوز يترك على عواهنا هكذا. نعم. من يحل التاريخ انت تروح تتصرف. طيب لا لازم خطوات محسوب توقيتها بدقة حتى وحدة تنتج الأخرى، لأن أنت عندك تدعو بـ45 يوم إلى مؤتمر استثنائي صوت عليه، بعدين تدعو إلى مؤتمر استثنائي آخر على مود الانتخابات. بيناتهن أنت تقدر تنجز
الانتخابات مال الفروع. فهذا حقيقة أفضل شيء هو اجتماعات تداولية. وإذا وصلوا إلى طريق مسدود هم ممكن اللجوء إلى هذا الحل. زين. يعني ليش أنت تخلي أسوأ الحلول عادة تخليها بالمقدمة؟ ما أشوف هذا الشيء صحيح. بس الهيئة العامة بالمؤتمر الاستثنائي تقدر تحط على الأجندة سحب الثقة من الهيئة التطبيعية دكتور؟ هل بإمكان الهيئة العامة تسحب الثقة من الهيئة التطبيعية؟ هسه هو هذا احنا ليش نوصل لهالحل؟ مو هذا الموضوع معقد بصراحة. نعم. هي مو هي اللي تسحبه، لا هي نعم. مو هالشكل. مو هيك شيء، نعم. نعم هي تقدر تقرر بالمؤتمر الاستثنائي هذا اللي قلنا له أسوأ الحلول. ويبقى القرار يم الفيفا. نعم نعم. طيب. لا مو هي اللي تقرر. مو هي اللي تقرر. هي نعم. هي تقول ما أريدهم بعد. هي نعم. أي هي تقدر تقول أنا ما أريدهم بعد ما أقدر أتعامل وياهم. نعم نعم. وتترك الأمر للفيفا هو شو يقول. بس يعني هذا الموضوع ما يليق بالبلد، ما يليق بالعراق، هذا ما يجوز نفكر به. نعم. صراحة يعني راح يدخلنا بإشكاليات إدارية عديدة ويعني راح يتأخر الوقت. نعم. والفيفا أيضا باله طويل يعني بالرد على الرسائل. نعم. والتعامل. زين دكتور راح أعرض أيضا لا كلام وهو. نعم. شنو أستاذ نزار. نعم. أستاذ نور. نعم. هو بصراحة ترى الموضوع مو معقد لهذه الدرجة حتى إحنا نجي نفكر بهاي الطرق يعني شلون تقول اللي تأثيرها كلش سلبي راح يكون على العراق وعلى سمعة العراق. نعم. وخصوصا احنا مقبلين على تصفيات جدا مهمة واستحقاقات كأس العالم حقيقة كلش مهمة. نعم بالفعل. فلا لا لا ما يحتاج ان شاء الله ما نوصل لهالموضوع ان شاء الله. انا اي نعم انا اعتقد جلسة بسيطة للأندية يتفاهمون هم بيناتهم شنو اللي يردوا من التطبيعية. طيب. يدعوهم إلى اجتماع أو نقاش وهي. نعم. هذه شوف حتى هذه الرسالة اللي هي ما موقعة وما بها تاريخ وكذا ترى هي فحواها هو هذا أنا أفهمها بهذا السياق. أنه دعوة للحوار. دعوة للحوار. نعم. ايه. دعوة للحوار وأيضا احنا ندعو للحوار يعني ندعو الجميع للحوار من أجل مصلحة. نعم. العامة سواء تصبيعية والهيئة العامة. زين دكتور أنا عندي كلام للسيد شامل كامل قال عن النظام الداخلي. نعم. وحتى أعرضه وأيضا أنت إذا كان عندك رأي أو تعلق عليه خلونا نشوف سيد شامل كامل ماذا قال عن النظام الأساسي. أملنا لقاء مع الاتحاد الدولي عبر وسائل الاتصال ووصلنا إلى نتيجة أنه النظام الداخلي الآن جاهز عدا فقرة واحدة فقط اللي هي موضوعة قانون رقم 16 قانون رقم 16 اللي هو قانون عراقي قانون الأندية والاتحادات. هذا القانون كان مدرج بالنظام الداخلي مالنا مال الاتحاد. فالاتحاد الدولي استغرب قال هذا شنو القانون شنو القانون هذا يعني احنا ما أمامنا خيار قد ما يطلب القانون أن نبعثه. فمن بعثنا للقانون الاتحاد الدولي قال اكو تعارض بين هذا القانون وبين النظام الدولي. زين فشنو المطلوب؟ قالوا المطلوب ان هذا القانون يتعدل. اي احنا كان خدمنا انه هذا القانون كان هو اوريدي يعني كان دي غيروه وكتبوا قانون جديد. نعم. والان القانون فقط يعني الاتحاد الدولي انطانا فد مقطع. نعم. مقطع بسيط حقيقه ينضاف على هذا القانون. نعم. بحيث يؤكد أن هذا القانون بجميع فقراته لا تتقاطع مع الاتحاد مع نظم الدولية. نعم. الدولية مو بس كرة القدم الرياضات كلها. أهلا بكم من جديد. إذن كان حديث السيد شامل كامل حول موضوع إدراج موضوع قانون الاتحادات. أسألك دكتور هل كان نعم. الهيئة التطبيعية استعجلت بإدراج فتفقرة أو بالرسالة تشير إلى قانون الاتحادات وما دخل الفيفا بهذا الموضوع شنو رؤيتك عن هذا الموضوع شنو ردك أو تعليقك على ما قال سيد شامل؟ نعم. حقيقة اللي تفضل به الدكتور شامل يعني دقيق هذا الكلام. نعم. أنا أعرف نعم أنه في نظام الأساسي أكو نعم مادة تشير إلى قانون الاتحادات. نعم. هو لازم لأن أنت
بتسجيل الاتحاد بالمادة مال تسجيل الاتحاد لازم تذكر على ضوء يا قانون سجل هذا الاتحاد عند الجهات الرسمية في العراق. نعم فأنت لازم تسوي أبديت. يعني تدري هو الاتحاد تأسس بال48 وأكو وراء تعدل القانون بال61 وبعدين بال73 وبعدين آخر شيء هو هذا بال86. فلازم تذكره طبعا، هم من حقهم يتأكدون. لكن نعم أكو بي يعني هذه اللوائح الجديدة مال 2019 مال فيفا طبعا تتقاطع مع كثير من القضايا. نعم وفعلا هو اللوائح الفيفا تحث انه انت من تسوي نظام اساسي لازم تعتني انه يساير قانون البلد اللي انت بيه. اكيد ما يتقاطع وياه. نعم. ولا يتقاطع ويا اللوائح الدولية ظنا منهم انه عادة القانون يكتب بالاطر العامة. يعني المحددات هذه تترك للنظم الأساسية. النظم الأساسية نعم. فليش احنا تتذكر انت بالبرنامج السابق قلت لك في بعض الأحيان احنا نحتاج نحط المحددات والقوانين الحواكم. نعم. نحتاج بالقانون. نحطها بالقوانين. نعم. حتى نعم. ما نتركها. نعم. حتى ما نتركها. نعم. هذه من تصير عندنا مشاكل هواي. نعم. نعم. يعني على سبيل المثال الشهادة. هي عادة بالقوانين ما المفروض تنحط، المفروض تنحط بالنظم الأساسية. نعم. على سبيل المثال موضوع ازدواجية المناصب وكذا، لكن لما ما حد يلتزم بيها لا أنت تضطر تحطها. نعم. هنا جيد أنت هسه تنتظر، يعني تنتظر منه؟ يعني الفيفا ينتظر البرلمان شو وقت يقرر؟ نعم. شون يعني زي من سنتين ما قرش ايضا. نعم ياه اللي ينتظر ياهو. نعم. يعني انت الفيفا ينتظر البرلمان يصوت على القانون. طيب تاخر ما صوت او صوت على قانون جاءت بعض مواده مخالفه للوائح الدوليه شلون هنا؟ زين احنا شلون بهذا بحال الحاله؟ نعم. احنا المفروض نحسم الامر ونتجه باتجاه اللوائح الدولية اللي هي كل عالم ماشي عليها. نعم. يعني هي كرة قدم. طيب ليش أدرجتها التطبيعية يعني أدرجت هذا اسمح الموضوع؟ اسمح لي يا أخي. نعم. أنت ليش من أوصل يعني يلا. هي كرة قدم وأي رياضة أخرى هي واضحة المعالم وشون تلعب. نعم. يعني ليش مو أيضا قانون واحد يحكم إدارتها؟ يعني ليش إحنا نحاول نكون مختلفين عن العالم؟ هسا اوكي نقر مثل ما يريد الفيفا، نقر قانون الاتحادات. مو انت عندك خلل كبير بقانون الانديه. انت لحد الان حاط اللاعب المحترف حاط عضو هيئه عامه يصوت وينتخب. نعم هاي الفيفا ما يدري بيها، تدزوله قانون الانديه هذا اللي معد للتصويت الان. هذا بي هذا النوع يعني على الاقل هذا اتذكر هيك خلل بي. نعم. فأنت وين مشكلتك حقيقة؟ شوف احنا ذني يعني ايضا هذا الكتيب اللي البائس اللي صدروه ايضا التطبيعية. نعم. كاتبين بي لا يجوز الجمع بين اللعب والادارة. لكن يتعارض قانون الاندية يوافق. نعم. هذا جيد، هذا يتوافق مع اللوائح الدولية. لكنه هم خالفوا قانون بلدهم النافذ. نعم. شلون يعني؟ واصروا وخلوا القوة الجوية بمأزق. وحسنا فعلوا القوة الجوية، هدأوا واحتراما للمواثيق الدولية. نعم. تصرفوا بالطريقة اللي كل احنا نعرفها. نعم. طيب يعني قضية حمادي يعني تحديدا. اي فاهم. نعم اي واضح للجمهور. أي. ايضا نعم. زين هسه انا داسلك واني داري داسلك ليش انحطت القانون اللي يعني ليش اشاروا قانون الاتحاد؟ يعني ليش اشاروا بالرسالة الى الفيفا؟ نعم. وروح بهذا الاتجاه، هل هو من اجل تأجيل الانتخابات؟ انا ارسلك عن هذا الموضوع ليش انشار؟ لا ما اعتقد ما نعم. ما اعتقد هو هذا مو سبب يعني. وممكن تكون كورونا مثلا هي سببها اقوى اخو. بس الانتظار خطأ. ليش؟ لأن أنت شوف هو إحنا عندنا يعني هسه أنا أصحاب الشأن يسمحوا لي انتقاد هذا بناء. هي المشكلة
كيف تكتب هذه القوانين وما هي توقيتاتها؟ نعم. يعني احنا من 2014 لحد الان صار واضح جدا احنا بأمس الحاجة الى قوانين رياضية. ولهذا السبب احنا المفروض بالمعنيين مو لما يحتاجوه باسبوع يقعدون يكتبوه بسرعة ويردون يصوتون عليه بشهر، لا، احنا المفروض هم نفس الناس لجان يعتنون بكل القوانين الرياضية المترابطة ويصيغوها كلها بقانون واحد اسمه قانون الرياضة الموحد. غير هذا الحل نبقى احنا في ظل هذه الفوضى. زين، ربما يعني ايضا اكون ممكن يسألون، انت كنت ضمن كتاب يعني لجنة كتابة نظام الاساسي، وبالاحرى كان هو انت جزء فاعل واساسي في الكتاب، ليش ما ذكرتهم بهذه تقاطعاتهم؟ يعني الان ديمرتوه، ليش ما حكيت وياهم في تلك الفترة؟ يعني عندما صدرت هذه الامور لو ذكرتهم لو شنو اللي صار؟ لا لا، الكل يعرف بيها، الكل يعرف بيها، الكل يعرف بيها، اي الكل يعرف بيها حقيقة، بس اكو ارادات اقوى من المعرفة. ما هي الارادات؟ شنو هي الارادات؟ يعني هسه انت امامك دا تشوف مثلا موضوع الاولمبيه. نعم. يعني هو هذا سهل؟ لا طبعا. اي يعني مو صعب سهل جدا. اي نعم. وايضا يعني اكو ضغوط، اكو ما زال لحد الان، شوف هي مشكله ثقافه يعني. نعم. وبناء يعني عقلية عضو الهيئة العامة يعتقد أنه هو وجوده عضو بالهيئة العامة مال الاتحاد بسبب كونه يرأس نادي، هذه صعبة تتغير يعني، ولهذا المشرع لازم يحسمها. ما تنترك هذا النظام أساسي أو تعليمات، هذه مشكلة. احنا نشوف هسه أكثر المؤسسات الرياضية يعني هسه أنا أدخلك بمحور آخر، موضوع النظام الداخلي. أي. يعني هسه التطبيعية على سبيل المثال راحت سوت شعار وسوت كذا وهواية سوت، وموضوع النقل التلفزيوني كثر الحديث عليه وشلون صار وناس تسميه بالغرف المظلمة وكذا، هو فعلا لأن ما التزموا بالشفافية وانعلنوا. هو ليش هذا؟ لأنه ما عندهم نظام داخلي يمشون عليه. نعم. نظام الداخلي لعمل الاتحاد تقصد؟ أنا مجهزة دكتور، مجهزة. نعم نعم. مجهزة المادة مالته، مادة رقم 39 صورة 3 سيدنا المخرج، تفضل دكتور تأكمل كلامك وسيعرض لنا سيد المخرج صورة رقم 3 المادة 39. تفضل دكتور. اي النظام الداخلي، شوف هسه على سبيل المثال لجنة المسابقات مثلا، لأنه فعالة وهي مسؤوليتها هاي المسابقات، اضطرت أن تحط لنفسها نظام داخلي. فهو أي كل لجنة من لجان الاتحاد، أي تشكيل، هو لازم أكو نظام داخلي يرسم حدود وصلاحيات كل الأعضاء الموجودين بي. فأنت الاتحاد هم بالمفروض يعني هسه التطبيعية خمسة من الجو، المفروض أول أسبوع فالنظام داخلي بسيط صفحتين. نعم. حتى يعرفون هم كل واحد شنو صلاحياته. نعم. شلون يتفقون من يردون فتشي. يبقى بيد الرئيس بكيفه لو شلون. لو تصويت. هذه المفروض لو تكون مكتوبة بنظام داخلي. نعم. مو هذه المفروض تنكتب. بالفعل. طبعا هسه هو ما نعرف احنا بالتطبيعية منو اللي راح تعاقد ويا امبرو، ما نعرف منو راح تعاقد شركة التسويق، موضوع النقل التلفزيوني والتسويق. نعم. وغير يعني. طيب. فهذا عمل بائس، هذا ما يليق بالعراق ولا يليق بمنظمة ضخمة وعملاقة مثل الاتحاد العراقي لكرة القدم. طيب. دكتور أني بآخر دقيقة وياك. لو أكو نظام داخلي. نعم. هذا لو أكو نظام داخلي ما يصير هذا. نعم نعم. زين دكتور سريعا. وتحف النظام الاساسي. نعم دكتور سريعا. نعم. انا بالثواني الاخيره، تعرضت لضغوطات انت حضرتك بسبب هذا الكلام والنقد سريعا، من هي الجهه التي ضغطت عليك؟
إذا تحب يعني. لا لا بصراحة لا 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 بصراحة لا نعم. لأنه أنا ما عندي أي مصلحة. نعم نعم. لا قريبة ولا بعيدة. نعم. فليش ينضغط عليه؟ نعم. ما عندي مصلحة أبداً. نعم. لأن كونك يعني أحيانا تنتقد بشدة وبالعراق أي واحد ينتقد ممكن يتعرض لبعض الضغوطات دكتور، لذلك سألتك. طبعا أنا شاكر تواجدك معنا دكتور. لا لأنه نعم. لا لا خليني أجاوبك إيه. لحظة لحظة. نعم نعم. لانه يعرفون كل زين الضغط علي يعني انه انا راح ازيد راح ازيد. خوش هاي خوش خطه مسويها دكتور. شكرا شكرا لك دكتور حسين الرباعي الخبير بالقوانين الدوليه والانظمه، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في برنامج ملاعب، نتمنى لك التوفيق على امل نلتقيك في حلقات مقبله. شكرا لك دكتور حسين. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على امل نلتقيكم في حلقه مقبله. تقبلوا مني تحياتي، انا معد ومقدم البرنامج نور نزاري، احييكم في امان الله. We'll be right back.